خطوها طلع في التلفزيون وده المهم. ممكن اجيب الانابيب النحاس من العموله دلوقتي. بدايه حرب العصابات دي انا هكون في صف صاحب الرأس الشبكيه. وهتغني بطريقه مختلفه خالص لما تلاقي ثلاث عصابات يغرموك ثلاث اضعاف. دلوقتي بعد ما بطلت تدخين هتقولي ايه للناس لما تيجي هنا؟ انا عايزه استريح من تفاهاتهم. كده عدل. ها اتصلتي ليه؟ عايزه ميعاد حفله الشرطه؟ عندك بدله ابيض في اسود؟ مفيش حفله السنه دي. صرفنا كتير على دمج تقنيه مراقبه اوسكار. الموضوع يستاهل كمان. صح. الاشارات مشفره وما نعرفش بتتصلح ازاي. بحب التحدي اللي تكسره تصلحه. افتكرتك وثقتي فيا. لما نبص على البرج ده. البرج اشتغل دلوقتي. انت اللي شغلته؟ مش بس لابس قناع ولا ايه؟ ايا كان اللي عملته هل ممكن تعمله في باقي الابراج؟ طبعا، بس عشان تعرفي لازم اظبط البرج عشان اصلحه. انا شايف كل البيانات الجنائيه في المنطقه دلوقتي. شكل في اقتحام حصل قريب. جميل، في وحدات قريبه. ما تقلقيش انا مسيطر. متأكد إن الرجالة دي ما نسيتش مفاتيحها. تمام، خلصت. شكرا. انا شايفه ان في هجوم بيحصل جنبك. انت محظوظه يا يوري، المحقق الجامد ابو شعر ابيض المفضل ليكي هنا في البلد. ايه؟ لا لا، انت وعدتني انك مش هتعمل. الضابط العنكبوت. ارجوك لا. انت اكيد الخاينة. ابعد يا مس. ايوه هي المختارة. قلت لك ابعد. سيبني في حالي. بيهدي بس يا ما تلمسنيش. ابعد عنها. هي سبايدر مان. وإلا هنقتلها. سيبني. ها
تمام يا فندم. عرفت ان جيمس القائد عمره ما فهم الشرطي العنكبوت، افتكر سلاح دايس. انا ندمانه فعلا. انا اقدر اعدل الابراج دي عشان اتابع حاجات اكتر من الجرايم. شيء هايل، الأبراج لقطت كل إشارات الراديو دلوقتي ومنهم واحد جنبي. وإيه ده؟ افتح الخزنة، افتح. ها شباب. سبايدر مان اقتلوا. مجرمين اكتر؟ شباب لو اشتغلتوا بالجدية دي في وظيفة حقيقية مش هتبقوا مجرمين. تمام يا يوري، هصلح اخر برج في الحي الصيني دلوقتي. مش انت قلت الضابط العنكبوت هيصلحه؟ كنت بفكر بس يا يوري، حفظ الامن امر سهل والشغل. شنطة مدرسة قديمة من أيام سنة، كنت نسيت إني حطيت فيها نقط تتبع.